السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في الفلبين بالعربي، وهنكمل موضوع وفاة الزوجة. أنا المرة اللي فاتت اتكلمت على موضوع الزوجة هي خط الدفاع الأول فين. النهاردة أنا هتكلم على الحادثة ذات نفسها، حصل معايا إيه. طبعا الناس في تعرف اللي حصل وفي ناس ما تعرفش اللي حصل معايا في الفلبين. كان في أيام البانديميك، في أيام الإغلاق، في أيام كورونا، وزادت عدد الحالات، وصلت ل26 ألف يوميا. عدد حالات الوفيات كانت بتوصل للألف يوميا. كانت في بلد مراتي اللي أنا كنت قاعد فيها سان كارلوس، كانت ممكن توصل الحالات يوميا ما بين 20 أو 30 حالة بتتوفى يوميا بسبب الكورونا. كانت زوجتي يعني كانت منظمة الصحة العالمية كانت منعت ان اي واحدة من الحوامل تاخد التطعيمات، وكانت زوجتي اول ما نزلت التطعيمات كانت حامل، فاترفض ان هي تاخد التطعيم وانا اخدت التطعيم. وبعد كده نزلت بقى اللي هي ايه الفيرجنات الجديدة من كورونا، فيرجن ورا التاني ورا التالت، او الاصدارات الجديدة، فواحد ورا التاني لحد لما نزل دلتا السريع الانتشار الهاي افكت، يعني هو هاي افكت وسريع الانتشار. فانا اتصبت انا وهي بدلتا من شخص معين من اقاربها، اتصبت انا وهي بدلتا، فدخلت المستشفى. طبعا انا كنت متبهدل بس كنت متماسك. دخلنا المستشفى، رحنا المستشفى العام. المستشفى العام كانت يعني كانت الناس مرميه في الشوارع اساسا، يعني العدد الاسره كانت فول، وكانوا جايبين مخيمات، وكان جايبين غرف عناية مركزة خارجية، ويعني المرضى كانت واقفة بره المستشفى من كتر، يعني كانوا بيعملوا لهم غرف بره المستشفى من كتر حالات الناس اللي كانت مصابة بالكورونا. فكانت المستشفى العام انت ما تعرفش تحط رجلك فيها، ولا ألومهم على كده لأن الموضوع كان بهدلة. تروح بقى المستشفى الخاص حضرتك، طبعا دخلت المستشفى الخاص، وده أول الأخطاء، ما تتعاملش مع مستشفيات خاصة هنا في الفلبين. قال لي الغرفة بخدماتها، أول حاجة قال لي الغرفة بخدماتها ب 6000 بيس. قلت ماشي، يعني لو الموضوع كورونا 15 يوم تمام وتتعالج وبتاع، 6000 يعني 60000 وخمسة، يعني بحدود 75000 يعني، فقلت مش مشكلة يعني تمام. قال لك بخدماتها. فدخلت زوجتي، طبعا إهمال رهيب، إهمال في المستشفى رهيب. أنا بعد كده لما يعني اتصبت بالجلطة دخلت المستشفى العام، وعرفت ايه الفرق بين المستشفى العام في الفلبين والفرق المستشفى الخاص. واي تقييم حضرتك هتقوله او تقول لي انا اختلفت معاك او بختلف معاك، التقييم ده بناء على المنطقة اللي انت قاعد فيها او على لزون. لكن في نيجروس اورينتال واوكسيدنتال لا، الموضوع يختلف تماما في الرعاية الطبية داخل الفلبين. بعد كده اهمال شديد، اتصل بالممرضة مثلا الساعة 12 تجي الساعة 4 الفجر، اتصل بيها الساعة 4، وهي كانت سبب الوفاة كان برضو انها اتصلت بيهم الساعة 4 الفجر. كانت في زوجتي كانت الله يرحمها كانت بتكح يعني، فنزلت دم. طبعا خلاص كانت خلاص بقى بعد ثالث يوم من الحجز، لما حجزت كانت ثالث يوم بالظبط. نزلت دم، فاتصلت بالممرضه، جت لي الساعه، يعني انا متصل بيها الساعه 4 الفجر، جت لي الساعه 6. طب اتصلي لي بالدكتور، جاء الدكتور الساعه 10 تمام. عبال ما جاء بقى يعني اللهم صل على النبي، كان خلاص بقى بتفارق في الحياه، وقال لي لا خلاص. طب الجنين، طب مش عارف، كانت زوجتي حامل في السبع شهور تمام، الجنين بتاع مش عارف ايه، لا خلاص اتوفت. نعم اتوفت، خلاص انتهت القصه عليك. فطبعا كانوا عايزين ينقلوها على مستشفى، فطلبوا مني 75000 بيسو تمام، كان ساعتها معايا 45000. والله رميت لهم الفلوس على الارض، ويعني اسلوب تعامل ادفعوا بس مالناش فيه تمام. طبعا الموضوع ده موجود في كل مستشفيات العالم، على مستوى العالم كله. المستشفيات الخاصة تختلف عن المستشفيات العامة، رغم ان هنا المستشفى العام انا لما دخلتها انا قعدت 10 ايام وحقن وبتاع ودنيا ومهرجان واكسجين وقياس ضغط، ويعني فيلم هندي وقلب وبتاع وعناية مركزة، وما دفعتش اكتر من 10000. لكن المستشفى الخاص يعني الثلاث ايام عملوا 167000 بيسو، والدكتور كان عايز ده المستشفى بس، الدكتور كان عايز 50000، وراع حالتي يعني بظروفي القاسية ان زوجتي توفت، قال انا هاخد منها 25 بس. يعني الراجل والله هو ربنا ردها له، يعني ربنا ردها له. اتصابت المستشفى كلها بكورونا، دخلوا عند مراتي كلهم حالات حرجة، وكلهم راحوا على مانيلا، كلهم راحوا على مانيلا في حالات حرجة جدا. فالدكتور اتصاب والممرضة اتصابت وكل الدنيا كلها اتصابت تمام.
يعني ربنا ردها لهم ردة حلوة يعني، فاللهم لا شماتة يعني. ف وكان فيهم حالات كانت هتموت كمان. فالمهم ان بعد كده طبعا الدفنة بقى كلفت، النعش ده بيكلف 15,000 بيسو، الصيار اللي بتيجي بتكلف 7,000 بيسو، وفتحة المدفن ذات نفسه 7,000 بيسو، ان انت تحجز مدفن تبع الحكومة تمام ب 7,000 بيسو، وهكذا 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 بقى تمام. كل بقى ده تكتل فوق دماغي. اول الاخطاء اللي انا غلطت فيها، ودي اللي انا بنصح بيها ناس وهقولها في نصايح ان شاء الله في اخر المجموعه اللي انا هتكلم فيها دي، اي اوراق، اي مستندات، اي اراضي، اي محلات، اي رخص تجاريه ما بينك وبين زوجتك تمام، الورق يكون معاك. اي اوراق، اي مستندات، بعدها تاني، اي اوراق، اي مستندات، اي حاجه من بينك وبين زوجتك، الاوراق دي تكون معاك. ما تخونش زوجتك، هي تكون عارفه مكان الورق، لكن الورق ده يكون معاك، والافضل ان يكون محطوط في شنطه معموله برقم سري تمام معاك. يعني لو تجيب لك شنطه سامسونايت، او تجيب لك شنطه هاند باج كده بتتقفل بحاجه تمام بقفل وتعمله برقم سري تمام، الشنطه دي تكون في البيت، محدش يعرف مكانها الا انت ومراتك بس. لو لا قدر الله، لا قدر الله جرى حاجه للزوجه، انت بتكون عارف المكان. ولو لا قدر الله، لا قدر الله حصل حاجه للشخص، تبقى الزوجه عارفه المكان الورق. ليه؟ لان اللي حصل معايا انا لما دخلت في المستشفى، وبعد لما توفت زوجتي فاخدوني على الكورانتين، او مش فاكر كان بانديميك ايه، مش فاكر كان اسمها ايه، منطقه كده رحت فيها تمام، فحجزوني 15 يوم. طبعا انا اتحجزت اكتر من 20 يوم، حجزوني 15 يوم. طبعا في الوقت ده اول حاجه فكروا اهل زوجتي، وانا ما بقولش اهل زوجتي ان هم يعني كانوا شيء وحش وكانوا شيء حلو وبقوا شيء وحش، لا، هو في حاجات انا هشرحها بعد كده بتغير في نفوس الناس هنا سريعا. يعني في حاجات هنا في الفلبين بتغير في نفوس الناس سريعا جدا. فاول شيء اللي راحوا فيه تمام، طبعا انا رايح مصاب بكورونا ومتنيل بنيله، وزوجتي توفت، فقال لك بس هو يعني ميت، انك ميت وانكم لميتون، هو ميت وهي ميته تمام، يلا بقى نقسم التركه. التركه بقى كانت عباره عن ايه؟ التلفزيونات اللي كانت عندي، كان عندي تلفزيونين، وكان عندي غساله ومش عارف ايه، وبقى البلاي ستيشن والكمبيوترات بتاعتي، واول حاجه دوروا عليها كانت الاوراق. وطبعا كانت عندي مكاين، حتى المكاين اللي هي بتاعت التيشيرتات دي تمام، عشان هم ما يعرفوهاش رموها في المطر والله. يعني اترمت في المطر 15 يوم، الدنيا بتمطر عليه، لحد لما يعني حمضت جيت اشغلها، في اللي فرقع وفي اللي اتحرق. في كان عندي برينتر سبليميشن تمام، كان ثمنه 16,000 بيسو، رموه في يعني حاجه هم ما يعرفوش ايه بتشتغل في ايه تمام. ودي مشكله من ضمن المشكلات، ان انت تتجوز واحده من الاقاليم اهلها ثقافتهم ضعيفة، دي مشكلة من المشكلات. لكن لما تكون هي ثقافتها كويسة تمام، يعني دي مشكلة من المشكلات الكبيرة. فهم كانوا بيرموا أشياء هم مش عارفين قيمتها إيه، ففي حاجات اختربت وحاجات ما اختربتش، لكن أهم شيء دوروا على الأوراق. طبعا أنا كنت حاططهم في شنطة، وكانت الشنطة معروفة، كان كل البيت عارف الشنطة دي، فأخدوا الأوراق دي. وبالظبط أنا قعدت شهر ونص أو شهرين بطلبهم بالأوراق. الأوراق دي كانت فيها أوراق البيت، عقد الزواج، شهادة ميلاد ابني، شهادات ميلاد عيالها، عيال زوجتي، إثبات الطلاق، كل الأوراق الرسمية، وورق إقامتي وجواز سفري، وكل الأوراق دي هم لموها، وأمرح إيه هلا بلا كده، وأمرح شايلين. طبعا كل ما باجي أسألهم تمام، والله إحنا ما نعرفش مكان. أنا عارف إن هم عارفين مكانها. دي من أول الأشياء اللي اتعملت وحصلت معايا. فالأوراق دي حضرتك تكون معاك، وتكون مقفولة بكلمة سر محدش يعرفها غيرك، وتكون في مكان سري. هتقولي هحطها في بنك، برضه ما اضمنهاش، يعني تكون معاك. هتروح في مشوار، يعني لا قدر الله رايح مستشفى بتاعه ومش ضامن ظروفك، خد الشنطه دي معاك. وش الاوراق دي؟ انا قعدت لما وصلت لدرجه ان انا هددتهم، يعني هددتهم فعليا. والتهديد ما كانش تهديد بحاجه، لا، يعني انا هقولها ويمكن تضحكوا، يعني هتضحكوا من الموضوع اللي انا عملته. طبعا السفارات مالهاش علاقه بالكلام ده يعني. فانا قلت لهم بصوا، ده الارض دي باسم زوجي ادم، ابني هو الوريث الوحيد ليها، لان هي مكتوبه الارض باسمها هي المسلمه، ودي ابني هو الوريث الوحيد ليها تمام. فانتوا تجيبوا الورق، يا اما بقى ايه، هدخل وزاره الخارجيه وندخل السفاره المصريه تمام. وطبعا هم يعني فاكرين ان ابني مجنس مصري، فهم ما عرفوش ان هو ابني مش مجنس مصري، هم فاكرين ان انت خلاص طالما هو ابوه مصري يبقى هو مجنس مصري خلاص. ما دي برضو من ضمن الاشياء اللي هي ايه،
من قلة الثقافة. فقلت لهم ده بقى نخلي بقى وزارة الخارجية الفلبينية والسفارة المصرية والشرطة تتعامل معاكم إذا ما جبتوش الورق دوت في خلال 24 ساعة. طبعا أنا عارف إن هم يعني إيه في الحتة دي، هم ما عندهمش الثقافة دي، مش عارفين الحكاية فين، فمسكتهم من الحتة دي. فردوا لي كل الورق تاني يوم، تمام، الورق كله جالي والدنيا كلها جات لي، تمام، بس احنا عايزين حق مش عارف مين وعايزين حق مين. ورحنا قعدنا عند محامي بقى، وكان فيلم بقى وورق وبتاع، وفيلم كان طويل، بس المهم ان هو ردوا لي الورق تاني. بس اديت الذكاء ان انت ترده ازاي الورق. الفلبيني لو انت اتعاملت معاه بعجرفيه او اتعاملت معاه بالخناق وبتاع، وانا ورق يا ولاد مش عارف ايه، هتاخد على وشك احلى قلم وعلى قفاك احلى قلم، وهتاخد شلوت وهتترمي في اقرب مقلب زباله. انت تتعامل باسلوب لا والله، انتوا عايزين ورق من عندي قبل اللي عندي، والله انتوا بقى تتفاوضوا مع الحكومه. اول ما تقول له انتوا تتفاوضوا مع الحكومه وفيها سجن وفيها سجن ومش عارف ايه، الفلبينيين هنا بيخافوا من الشرطه، بيخافوا من الشرطه وبيخافوا من الحكومه قوي، رغم انهم ما بيتبعوش قرارات الحكومه، يعني زي الفاكسين والكلام ده ما بيتبعوهاش، بيمشوا برضه بدماغهم، لكن هم بيخافوا من الحكومه. الشرطه يعني ايه في الفترة الأخيرة، آخر 5 سنين أو 6 سنين، أصبح موضوع إن الشرطة ليها قوة شديدة جدا على الناس، تمام، يعني في الثواب والعقاب، في عملت الصح معاك، ما عملت الغلط هنديك على دماغك، تمام، مش هنديك على دماغك ان هو يتضرب، لا هيخش السجن. فانا لعبت في النقطه دي، اللي هو ايه، انتوا بقى عايزين تتفاوضوا معايا، لا انا مش هتفاوض، انا بتفاوض ده حق ابني وابني مصري، تمام، وانتوا بقى تتفاوضوا مع ايه الحكومه والكلام ده كله. لقيت تاني يوم الورق جاي لي كامل مكمل 100 فل و14، ودي من ضمن الحاجات اللي ايه اللذيذه يعني. من ضمن الاشياء برضو، تمام، اول ما تخش تشوف في بيت، يعني انت دخلت بيتك، يعني لا قدر الله ربنا يبعدنا ويبعدكم عن اي شر ويحمي زوجاتكم اللهم امين، لو حصل لا قدر الله وفاه، دعبس على اي ورق زياده في البيت. انا كنت بلملم عامل زي المجنون، ما انا لما اتاخد مني الموضوع دوت، تمام، لا قلت لا. فكنت قاعد رحت عند اخت مراتي، لان انا ما كنتش طايق البيت ان انا اخش خلاص بقى يعني ايه، لان عم زوجتي كانت 2021 دي كانت سنه يعني الحمد لله كانت سنه خير يعني، تمام، 2021 كان عم زوجتي اللي كان بيبني البيت توفى في اول السنه، وفي شهر 9 زوجتي توفت، فانا مش طايق البيت نهائي. فقعدت عند اخت زوجتي، تمام، فافاجئ ان هم في اوراق بتتعبى من تحت ومن حاجات كده، فاي ورقه هم مش موجودين بقى، اي ورقه كنت بلمها ان شاء الله، حتى لو كانت فاتوره سبوانه، فاتوره مش عارف ام هوليار، ام الهوليار، فاتوره بلوان، تمام، اي فواتير كنت بلمها 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 بلمها، احطه في شنطه واحطه في شنطه واحطه في شنطه، لحد لما انتقلت لبيتي انا، البيت التاني بقى اللي انا كنت بنيه، لحد لما انتقلت للبيت وابتديت ان انا افرد كل الاوراق. اللي حصل بقى معايا، تمام، ان انا افاجئ ان هم كانوا اخدين، طبعا حالات الوفاه هنا لو الاسره فقيره البرنجاي بيطلع من 15 ل 30 الف، برنجاي هنا بيطلع كمساعده لاهل المتوفي من 15 ل 30 الف. طبعا لقيت حماتي كانت عامله الورق ده ومقدمه على البرنجاي، واخدين 30 الف على حساب مراتي على قفايا، فاخدين 30 الف بيسو ولا اعلم عنهم شيء، ولا ودفعوه، بصوا سددوا ديونهم، ولقيت فيه موتوسيكلات بره جايه جديد وبتاع الكلام ده كله. فانا ما بشوهش يا جماعه، عشان انا بس ايه، انا بوصل معلومه، ده اللي حصل معايا فعليا، ده اللي حصل معايا فعليا. فافاجئ ان في 30 الف في فلوس كانت، يعني انا كنت مديهم مبلغ، تمام، في ناس ساعدتنا الله يصلح حالنا وحالهم اللهم امين يا رب العالمين، فكنت بديهم فلوس عشان يصرفوا على ابني، وفجاه بقى ان هم بيصرفوا على عرمك تاني بره، وفواتير بقى كانت بتدفع لحاجات تانية بره. فاللي انا بكلمك فيه رقم واحد، اي ورقه في البيت ايا كانت، فاتوره والله لو فاتوره بلوان، لو فاتوره سبوانا، احجزها معاك لحد لما انت تهدى كده والظروف تهدى كلها وتفهم الليله ايه، تعرف انت رايح فين وجاي منين، عشان محدش في يوم من الايام يفكر ان انت ضعيف. هو لو فكر ان انت ضعيف، ده عامه مش سيبك من الفلبين، عامه لو شخص فكر ان انت ضعيف، تمام، هيركبك، دي في النفس البشر، هيركبك هيركبك. ودي حتى وانا في الكويت وانا في مصر، اي بني ادم بيتراقع على ان هو ضعيف او ان هو مش فاهم او ان هو مش عارف حقوقه فين، بيتحط عليه حطه وحشه. فاللي انا عملت بيه الحلقه النهارده، ان انا اي ورق في البيت
ايا كانت، لو لا قدر الله حصل عندك وفاة، ربنا يكفينا ويكفيكم شر الصدمات وشر الحاجات اللي هي بتيجي فجأة دي، ويحمي زوجاتكم وعيالكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اي حاجة من الكلام دوت، الورق اللي عندك كله، شهادات ميلاد، دي تي اي، تن نمبر، تمام. يعني في حاجات انا حتى وقتنا هذا فاقدها ما اعرفهاش فين، يعني مثلا التن نمبر بتاع زوجتي مش لاقيه، وطلبتهم والله مش لاقيينه، ممكن يكون تاه، ممكن مش عارف ايه، رغم انهم مش هيعرفوا يستخدموه، هم حتى مش هيعرفوا يستخدموه، لكن اهو اخدوه خلاص، فممكن يكونوا هيطلعوا بيه حاجه، هيعملوا بيه اي شيء، تمام. بس التين نمبر مش هيفيدهم، لان انا معايا الناشونال اي دي بتاعها، ومعايا ورقها كله، انا كنت بلملم. فدي من ضمن الاشياء، اي ورقه عندك محدش يعرف مكانها غيرك انت وزوجتك بس. يا رب اكون افدتكم بشيء النهارده، ويا رب تكونوا استفدتم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك شير، تدعمونا في القناه، وتزورونا على كل الروابط الموجوده في صندوق الوصف، وتشرفونا على جروب التليجرام. وشاكر ليكم جدا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.